الثورات أو ما يسمى بالربيع العربي أو الانتفاضة العربية، سميها كما شئت، فيما نجحت قبلها عدة ثورات سبق وأن ذكرتها في المقدمة. هي الحقيقة الثورة العربية أو الانتفاضة العربية كان من أهم منظرها الخارجي هي أنها كانت عمل ارتجالي وبدون رؤية أو قيادة واضحة. والحقيقة أنني لا ألوم المواطن العربي الذي قام بهذه الثورة، عندما أقول ذلك إن ارتجالي لا أعني أن المواطن ارتجالي، ولكن الحركة كلها كانت تنصب في طريق ارتجالي. وبالفعل المؤسسات الموجودة في ذلك الوقت في مصر أو الدول العربية، هنأخذ مصر، لمصر 100 مليون، يعني قد تونس 3 مرات مثلا. يعني مصر وتونس وسوريا كذلك تقدر تقول على هي التي قادت هذه الحركة، واليمن لا ننسى اليمن. اللي أنا عايز أقوله إن في مشكل وقاسم مشترك في الدول العربية، وهي تسويق الدكتاتورية كالحل الأوحد بمساعدة ما يسمى بالمثقف المزيف، سودو انتلكشولز، لو حد عايز يعمل على كلمة سودو، PSEUDO، سودو انتلكشول أو المثقف المزيف هو رفيق وخادم الحاكم العربي، بيمسك الجرايد، رؤساء التحرير، تقصد الإعلام، الإعلام والكتاب بيكتبوا كتب كمان، بيكتبوا كتب كلها تخاريف بس بيكتبوا، لأن هم بيمتلكوا المطبعة. حق الطباعة ده شيء لازم تعرفوا، أن في العالم العربي لا يمكن أن تطبع كتاب بدون أن يمر على أجهزة المخابرات قبل أن يظهر، ودي مشكلة كبيرة. انت لو حاولت تقارن ذلك تقولي ليه الثورة الفرنسية نجحت وليه العالم العربي أو الثورة العربية لم تنجح، لأن الثورة الفرنسية نجحت لسبب كبير جدا، إن الملك لويس السادس وأبوه وأبو أبوه لم يتدخل في لم يتدخل في مؤسسات الفكر. مؤسسات الفكر والجامعة الفرنسية استمرت في قبل لويس السادس عشر وبعد لويس السادس عشر، ولم يمكن السيطرة عليها. كلمة الجامعة احنا عندنا بنسميها الجامعة القاهرة، جامعة دمشق، ولكن الجامعات عندنا هي أماكن لتعليم محدود وفي نطاق الديماجوجية المحلية في ذلك الوقت، كانت ديماجوجية حزب البعث، ديماجوجية الاشتراكية بتاع عبد الناصر، أو ديماجوجية المؤسسة العسكرية. إنما الجامعة الحقيقية هي التي تجعلك تفكر، تنبغ. أنت ما تقول دخلت السربون، السربون كانت موجودة مع الثورة الفرنسية، الملك لويس ما قدرش يتدخل فيها، حتى لحد ما لم يتدخل في الكنيسة زي الناس بتتصور. يعني الكنيسة رغم أنها كانت تلعب دور مع الملك، ولكنها استمرت تحتفظ بقدرتها، وخاصة الكنيسة الكاثوليكية. في اللي أنا أعتقد الحاجة الكبيرة جدا إن العالم العربي مر بمراحل عديدة، والمراحل العديدة كلها متداخلة مع بعض. أنت الآن تقريبا في الأسباب تحدثت عن العفوية والعشوائية في قيام الثورات العربية أو الانتفاضة العربية، وتحدث أيضا عن النخب أو فساد النخب العربية إن صح التعبير، وأيضا عن تبعية المؤسسات الثقافية بما فيها المطبعة والإعلام للمؤسسة الحاكمة. بالضبط، هذا هو الأسباب التي جعلت الثورات تفشل. ما هو دي طيب. ما دي أسباب تراكمية بتخلق لك جيلين غير قادرين على الفكر، وبالتالي بيعيشوا دايما نظرية المؤامرة. كل يعني نظرية المؤامرة بتتشبح فيها مخخهم، بحيث أنهم لا ينظروا إلى واقع العالم، ويحدث هذا الصدام كما حدث في العراق أو في مصر. رأيك الأستاذ زهير، وأيضا لماذا تحولت الثورات العربية إلى مآسي ونكسات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني دعنا أعيد التوصيف الذي تفضلتم به في المقدمة. أنا لا أسلم بأن الثورات العربية قد فشلت، وإن كنتم قد أسستم الحلقة على هذا، أنا أعتقد أن الثورات العربية في جميع الأقطار
ما تزال في عملية جدلية، في حراك مستمر، الثورة في تونس مستمرة، الثورة في مصر مستمرة، الثورة في سوريا قائمة، الثورة في اليمن أيضا ما تزال مستمرة، ولا أستطيع أن أختزل النتائج بالطريقة التي فعلتم. الحقيقة أريد أن الأمثلة التي وكيف تصل الأوضاع الحالية؟ سأصل. كيف تصل الأوضاع؟ اسمح لي. لا. وصفت لا. الأوضاع الحالية. أنا استمعت، أريد أن أتكلم. يعني الأمثلة التي ضربتموها من الثورة الفرنسية إلى الثورة البلشفية إلى الثورة الصينية، هذه الأمثلة تاريخية، يعني الفارق الزمني بينها وبين الثورات العربية يعني يجعل القياسات مع فوارق كثيرة. الأولى كان أن نضرب الأمثلة بثورات أوروبا الشرقية، كيف سقط تشاوشيسكو في جورجيا، في تشيكوسلوفاكيا، كيف تهاوى الاتحاد السوفيتي، ما سمي الثورات المخملية والثورات البرتقالية التي جرت في آخر القرن العشرين بعد سقوط جدار برلين والاتحاد السوفيتي. هذا يعني ربما يكون أقرب. ولو تأملنا تلك الثورات أيضا سنجدها كانت عفوية، ارتجالية، شعوب مقهورة مظلومة تخرج للمطالبة بحقوقها. أين الفارق بين تلك الثورات التي مرت سريعا وبين ثورات الربيع العربي التي تعاني الآن عسر شديد في الولادة؟ أن المواضعات العالمية، أن القوى العالمية، نحن نتحدث كنا خارجين من حرب باردة أو ما زلنا في ظروف حرب باردة، كانت هناك قوى دولية تقف بكل ثقلها إلى جانب هذه الثورات، بينما هذه القوى نفسها متواطئة وقفت جميعها في وجه الثورات العربية. يعني الانقلاب في مصر قبل أن يدعمه دافعو المال العربي دعمته الولايات المتحدة ودعمه الاتحاد الأوروبي وكانوا واقفين وراءه. والانقلاب في تركيا الذي كان يمكن أن ينجح أيضا في مصر باكته، يعني معروف في الموقف إذن انقلاب في مصر. إذن نحن لا نتحدث عن قوى متكافئة، مستبد ظالم متسلط وشعب يحاول، وإنما نتحدث عن أنظمة قوية مستقرة تملك كل أدوات التأثير الثقافي الإعلامي الاقتصادي التعبوي السلاح أقصد، وهي التي تنحاز ضد هذه الثورات وتستعين بأدوات كثيرة أيضا على الساحة. يعني من كان يتصور أن ينكشف هذا التحالف المريب بين الولي الفقيه وبين الولايات المتحدة الأمريكية، بين حسن نصر الله وبين إسرائيل، وهم يدمرون سوريا ويدمرون الشعب السوري. انكشاف هذا التحالف أمر غريب جدا جدا. فنحن الآن نقول بأن السبب الأساس لتعسر انتصار هذه الثورات أن هذه الثورات لم تقم فقط ضد حاكم محلي مستبد متسلط، وإنما في الحقيقة جاءت عكس توجه الإرادة الدولية، الإرادة التاريخية التي تحكم العالم والتي تريد لهذه المنطقة أن تبقى في إطار الهيمنة، في إطار الهيمنة الاقتصادية، في إطار الهيمنة السياسية، في إطار الهيمنة. ومن هنا يأتي هذا التعسر. الآن تقول لي ألا تنظر إلى ما يجري في العالم العربي؟ نعم أنا أنظر، وأنا أرى الدماء التي تسفك وأرى الأبرياء الذين يسقطون. لكن بأن الأوضاع الثورات، لو أنت ضربت مثل بالثورة البلشفية، هل نعود ونحصي ماذا نتج عن الثورة البلشفية من ضحايا؟ ضربت مثل بالثورة الفرنسية، هل نعود إلى التاريخ لنرى كم عدد الضحايا الذين سقطوا يوم نتغنى بسقوط الباستيل؟ ضربت مثل بالثورة الجزائرية، هل نسيت المليون شهيد الذين سقطوا على طريق الثورة الجزائرية؟ إذن الثورات، ولا سيما عندما يكون حجم التحديات كما هو الحال في العالم العربي، يعني ثورة على العالم وليست ثورة على بشار الأسد ولا على مبارك أو السيسي. طيب، عندما تكون هكذا يكون أعداد الضحايا، أعداد الخسائر المنظورة القريبة المباشرة كبيرا، ولكن بنفس الوقت هذا يؤسس لانتصارات كبيرة. أنا أقول هناك، بس أكمل بجملة، هناك خلل ما يمكن أن نترصده في الثورات العربية، هناك ضعف وتقصير وقصور، ولكن نحن ما زلنا في الطريق، والثورات عمل جدلي
مستمر له بداية كينونة وله صيرورة، والثورات العربية لم تبلغ صيرورتها بعد. طيب إيش رأيك الدكتور وفيق؟ يعني هو الحقيقة حتى المقارنة يعني أعطى مثال بأوروبا الشرقية، هذه النقطة مهمة جدا، يعني مهمة جدا. هناك فرق جوهري بين دول أوروبا الشرقية التي قامت فيها الثورة من 25 سنة والدول العربية. الدول الأوروبية كانت فيها نواة حزب واحد، وحزب الواحد كان له قواعد في الاختيار، والدليل على هذا أن هذه الدول كان عندها نوع من الاكتفاء إلى حد كبير، كان فيها تقدم زراعي وفيها كان تقدم صناعي نسبي. وهناك من يقول أن الدول العربية فشلت. الدول العربية لم تكن دول حزبية في أي وقت ما، كانت دول سلطوية من شبيحة، من مجموعة معينة من الزملاء كانوا ضباط في الجيش وبياخدوا حولهم نوايا من المطبلين اللي هم المدنيين اللي احنا قلنا عليهم النخبة المزيفة. فبالتالي هذا لم يكن موجود في الاتحاد السوفيتي في روسيا. روسيا كانت تنتج طيارات، كانت تنتج دبابات، وهي كانت حزب واحد، والصين ما زالت حزب واحد. الدول العربية لم يكن فيها أي حزب واحد. الأحزاب الموجودة كانت أحزاب ورقية، أحزاب استغلالية زي حزب البعث، زي الاتحاد الاشتراكي في مصر، والناس بتكون ملايين على قفا الشعوب بتاعتها. طيب دكتور فيق، حتى لا يعني لا نبتعد عن الموضوع، عن حتى ما أثاره الأستاذ زهير من نقاط أثناء مداخلته. يعني تحدث الأستاذ زهير عن تدخل الدول الغربية في الثورات أوروبا الشرقية أو ما يسمى بالثورات البرتغالية. دخل داعم، تدخل داعم. كان هناك دعما إعلامي، دعم يعني حتى سياسي كبير جدا لهذه الثورات. يعني بالمقابل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية كانت تظهر شيء وتظهر شيء آخر، هكذا يقال. تدخل سلبي. يعني تدعم الاستبداد، تدعم الانقلاب. يعني هذا هو. لا في نقطة أنت عايز تقولهم دلوقتي. أيوه. إن إزاي الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا ساعدت أوروبا الشرقية. أول حاجة، أوروبا الشرقية كان عندها رؤية للخروج من المأزق ومن الحكومات السابقة شبه الديكتاتورية، حكومة الحزب الواحد، وهي دول مجاورة ودول أوروبية وبيضة زي ما بيقولوا، يعني من ناحية الإثنية، فبالتالي هم إخوات. والكنيسة الكاثوليكية والبوب جون، البوب جون اللي هو كان موجود من 25 سنة، البولندي لعب دور كبير جدا في هذا التغير. فكل هذه عوامل لا يمكن أن نتنكر. الدول العربية ليست إثنية وليست قريبة منهم، ولم يكن فيها أمل، لأنها أساسا دول غير حزبية، دول مخترقة كثيرة بالأجهزة الأمنية بطريقة غير عادية، ليس في صالح الدولة ولكن في صالح الأشخاص الذين يحكموا الدولة. وهذه الأشياء لم تكن موجودة في بولندا. كان عندك ليفتا وينزا مثلا، اللي هو يعني أوروبا الشرقية، الأنظمة الاستبدادية التي كانت تسعى على منوال النظام الشيوعي الذي كان نظام استبدادي، يمنع حتى العبادات، المساجد وما إلى ذلك. لم يكن هناك سيطرة لأشخاص، ولم تكن هناك استخبارات نافذة في أوساط الشعبية وما إلى ذلك. لا يعني ليس بالطبع. يعني أقول لك هناك فرق بين أنا منطقيا أقول لك الناس تخشى الخروج من البيت الذهاب للمسجد للصلاة. هو الفرق الفرق زي شعرة، لازم تفهم. في فرق بين الاستبداد وفي فرق بين الحكم القمعي. أنت عندك إسبانيا كانت تحت حكم فرانكو وديكتاتوري، ولكن فرانكو كذلك خلق دولة بحيث أنه كان ممكن التحول إلى الحكم الملكي. هل أنت ممكن تحول مصر إلى حكم ملكي تاني؟ مش مستحيل، مستحيل، لأنها ليس فيها القواعد التي يمكن أن تبني عليها دولة. هي مشكلة أن إحنا عندنا كمان اختلاف، أن مجرد أنك تسمي حاجة دولة ويبقى عندك وزير خارجية ووزير داخلية ووزير صناعة، معناها دي دولة. لا، دي الدولة أساسا تبنى على مؤسسات، والدول العربية لم تبنى على مؤسسات.
إشارك في هذه النقطة دكتور؟ يعني النقطة المقارنة اللي تفضل فيها الدكتور وفيق، أنا لن أدافع عن الأحزاب العربية، ولكن أقول هذه دول حزبية، حزب البعث والاتحاد الاشتراكي كانوا يحكمون، وفي اليمن كان عند علي عبد الله الصالح المؤتمر الشعبي العام، ولم يكن حال هذه الأحزاب أكثر سوءا من الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي أو في الجمهوريات الثانية. ونحن نعلم كيف ثورة الشيك الأولى التي فشلت، لماذا يعني هل تتربى عائلية؟ العائلية مش موجودة في العائلية مهمة جدا، عائلة الأسد، عائلة ما عرفش مبارك، عائلة عبد الناصر. للآن في ذهني فضائح ابنة بريجنيف والمجوهرات والسيارات الخاصة، بس مش الحكم. وهي ابنة زعيم الشيوعي يقول بالشيوعية والاشتراكية، وفضائح التي كانت تنشر عن هذه القضايا، أنا أتكلم الآن من تاريخ قديم. فالقصد المقارنة هذه مع الفارق. الشيء اللي تكلم فيه الدكتور وأيضا مهم، وحدة العرق مع أوروبا، يعني ينظر إليها وحدة الدين. أنا أرى هناك مشكلة، أوروبا الشرقية أكثر أرثوذكسية، أوروبا الغربية أكثر إيش؟ كاثوليكية. فلم يكن هناك تمزج حتى الآن، بني الدولة يقول هناك الآن من أسباب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، أو بعض أسباب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، اختلاف مذهبي، مجيء هذه العمالات من رومانيا وبلغاريا ومش عارف مين، وإرهاق الاقتصاد البريطاني. المواطن البريطاني شعر أنه أمام حالة جديدة غير معهودة. اليونان التي تحمل الاتحاد الأوروبي، السمع ممكن يتلخبط دلوقتي أن بريطانيا حتطرد العمالة من أوروبا. ما قلت حتطرد، أنا ما قلت، قلت من أسباب التصويت في الاستفتاء على الانفصال هو شعور طبقة من الناس أنهم مهددون في أرزاقهم نتيجة الهجرة من قبل أصحاب العمالة، تزايد إلى حدث البطالة. إذن هؤلاء المهاجرين دائما نضرب المثل، لا نقطة أنا النقطة ما أنهيتها، أنه رومانيا لم تكن دولة، رومانيا تشاوشيسكو اللي كان البلوعة تبع الحمام بتاعته من ذهب، وقبضة الباب من ذهب، والمرأة الرومانية كل الذين زاروا رومانيا كانوا يقول تسلم نفسها بسيجارة. هذه ما هذا حتى في بلدنا العربية ما هو حاصل، لا عند السيسي ولا عند بشار الأسد. زي عملت زعامة بسرعة في الصورة بتاعتها، طلعت زعامة لها ازاي؟ كلي مدعومة، مدعومة، مغطاة، إعلام بيخدمها، مال بين إيديها. لو عملت نفس الحكاية ممكن تطلع ده في مصر وفي الدول العربية. نعم، لو وجدت ثورة تخدم مصالح إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة كان خلاص، لا في استقرار حصل مصالح، كما حصل أنا ليش ماني أخدم مصالح إسرائيل لو عملت استقرار لمصر. حتى أقرب لك المسألة، أي هذه الثورة على صدام حسين واللي حصل في الانقلاب في العراق، جابوهم في باص واحد وسموهم معارضة ولبسوهم عمائم ووزعوهم وضع تاني. أنا أخي أنا أقول بأن ثورات الربيع العربي متعثرة وليست فاشلة لأسباب، بعض هذه الأسباب أنا لا أريد دولي، وهذا كنا نتحدث عنه وأظن يجب أن نتفق. لكن دكتور فيق أشار نقطة مهمة أنت تفاديت الحديث عنها، وقضية عدم وجود تصور لدى كل الثورات. كل الثورات يعني تنطلق كذلك، لا 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 يكون التصور. الثورة وليد، الثورة الفرنسية كلهم مفكرين بتاع 6 يا سيدي. لا يا سيدي، أنا قلت هذا قبل هالمرة، أليست توصف الثورة الفرنسية بأنها ثورة السانكيلوت الناس البلا البيسات؟ يعني ليست ثورة جان جاك روسو الثورة الفرنسية، ليست ثورة مونتيسكيو، هي ثورة البسطاء الفقراء الفلاحين المعدمين. بس الذين قادوا الثورة هم المثقفين والمتعلمين. لكن عفوا، هؤلاء المثقفون إذا لم يجدوا، كما قلت مرة كذلك جان جاك روسو يقول عن المثقفين، وهو حضر كان يعيش أيام الاحتلال النازي لباريس، هو مثقف وجودي معروف صاحب مذهب، ولم يكن ينخرط في المقاومة الشعبية التي كانت سائدة، ويعتذر لنفسه ويقول إنه نحن المثقفون أصحاب عضلات رخوة. يعني لا، عندك فولتير، عندك نصف لم يكن مقاتلا فولتير، كاتبا. فأنا مش مقاتل، احنا لست معضاي، يعني أنا الذي أريد لا نقطع الطريق. هناك أفق دولي، إذن عرقل
نجاح الثورات العربية، هناك أفق إقليمي، الدول الإقليمية على اختلاف أدوارها. لم يكن الموقف الدولي، نعود إلى الموقف الإقليمي. هل تستطيع هل نستطيع حتى نحسم أستاذ زهير؟ خلينا نكون واضحين ودقيقين أيضا. يعني النخب السياسية أو الذين سارعوا كل 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 طرف، يعني سارع للفوز بشطر أو ب يعني الوصول إلى السلطة والاستحواذ على السلطة وبمختلف مشاربهم، يعني كل واحد ينادي دولة مدنية، واحد علمانية، واحد إسلامية، أن لم يساهموا في تلك النكسة. يعني هذه النبرة الاتهامية كأننا يعني نستضعف الضعيف ونكثر عليه الاتهامات. الآن أنا عندما اسمح لي أتكلم، أنا في حال تقييم ومراجعة، ليس محل توجيه اتهامات محتمة. اسمح لي أتكلم. الآن أنا عندما أنظر إلى الائتلاف الوطني في سوريا، ائتلاف قوى الثورة والمعارضة اللي بسموه، بتركيبته الوطنية المفتوحة، بوجود كل أطياف المجتمع السوري فيه، بتنازل إنه لا أجد هذه الحالة أنه والله كل واحد بده يهبش وينبش ويأخذ، وإنما هناك كما قلت الغرب يقول للسوريين، للعرب المسلمين السوري، لو خرجتم من جلودكم، هذا على الصعيد الدولي أنا أتكلم، لو خرجتم، قالها للمصريين ل 13 مليون اللي انتخبوا مرسي، لو خرجتم من جلودكم، الديمقراطية اللي كانت في مصر حسب معايير الديمقراطية الغربية في بريطانيا ولا في فرنسا ولا في أيام مرسي تكاد تسبق الديمقراطية الموجودة هنا، والإعلام بكل قنواته الذي لا يدع كلمة إلا وينال منها من بسهولة من الرئيس بسهولة دي بسهولة هذه. نعم بكل معنى الكلمة، يعني خلال سنة تنقلب دولة مزاجر الدنيا، لأنه هو ما قلت أنا الدولة، قلت حالة الإعلام الذي انفتح بطريقة كبيرة. على كل حال هناك موقف دولي كان مترصدا لثورات الربيع العربي، مناقضا لها، عرقل انتصارها. أنا أقول وأقول لهم وأقول للشعوب العربية، المعركة لم تنتهي بعد، وليس من السهولة أن تحسم مثل هذه المعركة. الأفق الثاني الأفق الإقليمي، سنعود الأفق الإقليمي. يعني لماذا لا تعترف، اسمح لي الدكتور وافق، لماذا لا تعترف بأن القوى الدولية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية أو العالم الحر كما يسمى، هم ضد الثورات، ضد أي تغيير نحو الديمقراطية في العالم العربي. هم يريدون بقاء الاستبداد حتى يستفيدون منه، حتى ينهبوا ثروات الدول العربية، وهذا اللي حصل اليوم. هذا غير دقيق، أقول لك ليه غير دقيق بالمرة، لأنه الاعتقاد أن الدول الأوروبية تساعد كامل الديمقراطية هي الدول الغربية التي لم تسمح لابن علي طائرته أن تذهب إلى فرنسا مثلا، هي الدول التي لم تسمح يعني مبارك ما قدرش يجي انجلترا. وماذا عن الطائرات التي كانت مشحونة بالأسلحة وكانت ستوجه إلى تونس من فرنسا؟ طائرتين من الأسلحة عرضت على تونس على زين العابدين بن علي من فرنسا بالذات. أقول لك الحاجة، أنا يهمني الحاجات الكتاب المكتوبة وليس الإشاعات. لا مش إشاعات، هذه منقول في الإعلام أستاذ الدكتور وفيق، حتى نبحث الآن في جوجل. أو طائرة كان هناك حديث عن طائرتين من الأسلحة كانت ستوجه إلى زين العابدين في فرنسا لدعم زين العابدين، هذا معروف. يعني هل تعتقد طائرتين لزين العابدين هتغير من ذلك؟ هناك دعا على الأرض سيدي، طائرة فرنسية حملت الخميني ثيوقراطي. طيب الثيوقراطي مستبد إلى إيران. خلينا هو في عندك مشكل كبير، إن الاعتقاد أن السياسة الغربية يجب أن ترسل قوات أو تعمل بروباغاندا على الطريقة العربية في صالح الشعوب العربية. أبدا لا، الشعوب العربية عليها أن تأخذ المبادرة. هذا اتهام للشعوب العربية ولم نقل به يا دكتور. خليك كمل. أنا هقول لك هو اللي عندك، أنت عندك دلوقتي قوتين في العالم العربي، وده اللي هو الغرب قلق عليه. الغرب قلق على حاجتين، العسكر عايشين على حالة الديماجوجية وحالة استخدام الوطنية والصياح ونهب الثروة إلى حد ما، وعندك الإخوان بيعتمدوا على الأخلاق والتدين ويقول لك إن الشاء الدين فيه كل الحلول
للوضع السياسي والأمراض السياسية في الدول العربية. طبعا الاثنين على خطأ كبير، لأنه ليس هناك موديل، ليس هناك موديل إنك تتتبعه، يعني نموذج. ليس هناك نموذج لنجاح الدولة العسكرية في العالم، لأن عادة تبقى دولة قمعية قاتلة سفكة الدماء، وليس هناك نجاح للدولة الدينية، والدليل على كده في إيران. الدكتور وفي خلينا نكون واضحين أكثر. الدول الغربية عندما أرادت أن تستفيد من ليبيا وتطيح بالقذافي، أطحت بالقذافي وتدخلت عسكريا، واليوم عندما هي التي قادت ليبيا للوضع الحالي، هي اليوم تشاهد ما يحدث في ليبيا، وهناك من يقول أنها تريد أن يستمر الوضع على ما هو عليه من فوضى حتى تنهب البترول أو النفط وثروات ليبيا. فعلت نفس الشيء في, 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 في العراق، عندما أرادت تطيح بصدام حسين تدخلت وتجندت وتحالفت وقادت حرب شنيعة ضد العراقيين. واليوم النفط العراقي أين يذهب علامة استفهام أيضا. يقولون هكذا، لست أدري مدى صحة هذا الكلام، لكن عندما يتعلق أمر بإعادة الاستتباب والاستقرار لهذه الدول، فهذه الدول لا تريد إعادة الاستقرار أو الاستتباب لهذه الدولة ولا تساهم في ذلك. اليوم في ليبيا تترك ليبيا لمصيرها، موجود قرار دولي بخصوص ليبيا، وهناك حتى حل دولي في العراق. الوضع انت تشاهده حتى الآن كيف هو. يعني الدول الغربية لا هم استقرار أو وصول هذه الدول إلى الديمقراطية وإلى الحرية، وإنما تهمها ثروات تلك الدول وكفى. يعني هو الاعتقاد أن الدول الأوروبية هي أولياء أمورنا، يعني هي قوى فاعلة في العالم. أنا مرة قلت على البرنامج وناس تضايقوا من الكلمة، ما أنا قلت تصور أن معاهدة سايكس بيكو ما تعملتش، إن ما كانوش موجودين، الدول العربية كانت هتعمل إيه؟ ما كانش يكون في دول عربية، ده كان يكون هلا مش هتكون قبائل. يعني قصدي إن هم من المفروض يشكروا في سايكس بيكو اللي بيشتموا يوم الليل، تقبلك؟ لأنه هو بالفعل هو اللي عمل الحدود الموجودة دلوقتي في الدول. أنت لم تجبني عن سؤالي، لماذا لم تسهم هذه الدولة كما طاحت بالقذافي وطاحت بصدام حسين، لماذا تسهم حقيقة في جلب الاستقرار والاستتباب لهذه الدول؟ لماذا توكل المفسدين على هذه الدول؟ لماذا تطلع هذه الدول؟ بتسهم. الدليل على كده حركة الإخوان المسلمين على سبيل المثال، لها قوة مركز كبير في لندن وفي أوروبا في دول مختلفة، زي ما لها في تركيا، فليس لها في الدول العربية على سبيل المثال. ما تقدرش تعيش في الدول العربية، حتى الدول التي تسمى نفسها الدول. مش هذا المطلوب. المطلوب أنها كما أسهمت في إسقاط تلك الأنظمة وزعزعة استقرارها، تتحمل مسؤوليات أجزاء تلك الدول وتعيد الاستقرار على الأقل لتلك الدول. هذا هو المطلوب، يعني وتجعل ثروات تلك الدول لأهلها لشعوبها، ليس يكون هناك تهجير وحروب أهلية وما إلى ذلك، وتبقى تتفرج وتستغل تلك الثروات. هكذا يقال. والثروات عايزين نعم. كلمة لا يعني طيب. لأنه أنت قلت الوقت يكون نعم. أوكي أقول كلمتين. أول حاجة أن الثروات لا يمكن أن تأتي من خلال حروب أهلية، وتأتي فقط من خلال استقرار، كما هي ثروة الخليج تأتي إلى أوروبا من خلال استقرار الخليج، وليس هناك ثروة تأتي من العراق أو من دولة زي سوريا أو من دولة زي ليبيا، لأنها دول مفككة ودول ليس فيها أمن ولا يمكن أن تدخلها بدون مخاطرات كبيرة. طيب الأستاذ زهير، يعني نحن إذا بقينا في هذا لن نتقدم في البحث. يعني احنا طرحنا انه القضية الدولية، الافق الدولي كان له دور في تعثر الربيع العربي. هذا رأيك انت، معلش يختلف معك. يعني الدكتور وفيق يعني طرح مسائل اخرى تحتاج الى نقاش. يعني انا اعترض بشدة على الدكتور وفيق، يسمح لي، انا بحبه كثير، انه يقسم العالم العربي الى العسكر والإخوان. لا، عسكر وشعوب. الإخوان مثل كل الأحزاب الموجودة في الغرب، جماعة حزب فئة بين الناس، ليست هي قسيم العسكر، ليست هي قسيم الحكم الأولجراكي اللي بسموه الأقليات. لا، الإخوان فصيل من الفصائل الوطنية موجودة في مصر من قبل ومن بعد، من قرن من الزمان. بس المؤسسة العسكرية متخوجانة كلها، لو أنت بصيت على كل أعداء المصر. لا هذا كلام مش اسمح لي. أنا بس أستاذ زوال، لماذا تقول بأن الدكتور وفيق مخطئ؟ المفروض أن يضيف الشعب أصلا، ليس هنا. هناك عسكر،
هناك إخوان هناك شعوب. هناك عسكر لا لا. لماذا تمشي شعوب الإخوان؟ كلمة شعب تشمل الإخوان. إخوان ليسوا الشعب. لا. هما جزء من الشعب. جزء من الشعب تشمل الإخوان. نعم. أنا قلت تشمل. هما جزء. لما أقول شعب. نعم. يعني الشيوعيين والماركسيين والليبراليين والعلمانيين والإخوان. هم من الشعب. هذول كلهم من الشعب. وهناك من لا يدين أصلا تصور الموقف العربي ومن هذا, لا يؤمن هذا الذي عمل عليه الاستبداد. نعم. الاستبداد العسكر بقولهم للغربيين نحن أو الإخوان. لا, هذا الكلام مش صحيح. هذا الكلام مش صحيح في كثير من البلدان, وحتى لو صار تجربة تقدم الإخوان في انتخاب من الانتخابات, لأن الانتخابات عمل تداولي, بتنجح مرة بتسقط مرة, ممكن يتقدموا مرة. مرسي فنجح أول مرة بفارق مليون, كان ممكن بعد 4 سنوات يخسر هالمليون ويتقدم عليه شفيق اللي وكان محتمل جدا, وكان هذا محتمل جدا, وتبقى الديمقراطية قائمة. إذن تصوير المشكلة, نحن يا أخي لا نريد من الغرب شيئا, ما لا هو لأمرنا ولا عم نستجديجي قاتل عننا. طيب. لا بس أكمل, لا لا لا, هذه طيب. فكرة مهمة. نحن نريد من الغرب أن يكون وفيا لمبادئه. نحن عندنا دراسة حضارية, درسنا تجربة الغرب, وجدنا فيها أشياء جميلة, سمعنا القيم اللي بيحكيها الغرب, قيم حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة. هي الدولة المدنية. طيب اسمح لي. وليس الدينية. اسمح لي. أعجبتني. نحن رفضنا الدولة الدينية وقلنا لا نريد دولة دينية ونريد دولة مدنية, ونحن أصحاب الدولة المدنية, والغربيين أخذوها مننا, مش إحنا عطي مننا. هذا كلام. هذا لا لا هذا. متى كانت عندنا دولة مدنية؟ هذه حقائق. عندنا أنظمة ملكية حاكمة. تابعة الحكم. اسمح لي لا نشتت. نعم. احنا الان نريد من الغرب ان يكون وفيا لمبادئه. لما يقول حقوق الانسان وبحرك اسطول, انا احترم كل الدول اللي بتحرك اسطول من اجل انسان, لكن ليس على اساس هوياتي. اذا كان الانسان من ديني او من عرقي كما كان يقول الدكتور, بحرك له اسطول, واذا مليون من ثقافه اخرى لجهنم يروحوا. لان فيهم امل, فيهم امل, كما حصل في رواندا, كما حصل في البوسنه, كما يحصل الان في سوريا, كما يحصل في فلسطين. بتلاحظ فرهنجة, انت بتلاحظ انه الغرب الذي يعلن ثورة انه حقوق الانسان بلا هوية, منغمس في الهوياتية, انه هذا ابيض, هذا نصراني, هذا على طيب. مثل ما قال استاذ زهير, هذا على ديننا. هذا الكلام اللي يجب ان نتوقف. استاذ زهير, نعم, لماذا لا تعترفون بان ما يسمى بالتيار الإسلامي وبالأخص الإخوان المسلمين هم بين أسباب فشل الثورات العربية؟ هم الذين تصدروا المشهد وتحملوا المسؤولية ولم يكونوا في مستوى المسؤولية, كان أرادوا أن يستحوذوا على الحكم وينفردوا به وازحوا يعني رفقائهم في النضال أثناء أنظمة الحكم السابقة في مصر. لماذا تعترفون بذلك؟ هذه اللهجة تؤسس على يعني موقف اتهامي مسبق ليس عليه دليل. ليس موضوع الإنسان يعترف أو لا يعترف. الإخوان المسلمون أنا كما أراهم, ألم تنفردوا بالسلطة؟ في أين؟ في مصر, في كيف انفردوا في السلطة؟ في تونس, في كيف انفردوا؟ كيف انفردوا؟ يقولون هكذا, دخلوا ما بدي يقولون العالم. ما بدي يقولون العالم يعني. دخلوا انتخابات نجحوا فيها, ظلموا عندما نجحوا قبل أن تؤسس لمحل انتخابات. دخلوا انتخابات لم يتم تأسيس محل انتخابات, وهم يسبحون ضد التيار, وكل وسائل الإعلام كانت ضدهم, ورغم ذلك نجحوا. هل جريمة أنهم نجحوا؟ كان هل جريمة؟ هل نجاحهم جريمة؟ كان مفروض. هل نجاح حماس في الانتخابات؟ هل نجاح حماس في انتخابات غزة؟ أطلق حمد جاني. هل نجاح حماس في انتخابات فلسطين جريمة؟ يا أستاذ زهير, نتكلم يعني عن الثورات العربية, ما دخل حماس. طيب تونس لما نجحت النهضة تقدمت, لما خسرت بعد جولة ماذا فعلت؟ أطلع جبالي وهو منكم. طلع الجبالي وهو رئيس الحكومة منكم
في التلفزيون وفي لقاء مع الجزيرة قال لهم لا أعترف بالعقيدة الشعبية، وكان الناس بعض أسبوع مقعد. يا سيد كيف يا سيد كيف يعني طيار موجود في الساحة لا يعترف بها؟ ليس هذا استبداد؟ لا لا بالعكس، موثق هذا ديمقراطية. كيف هذا ديمقراطية؟ لا حوى معهم ولا نعترف بهم يعني ولا يعني هلا احنا لا نجعل نحن مرزوقي نفسه اللي هو كان شريك مرزوقي كنا في عنوان رئيس الجمهورية التونسي الآن يدلي شهادات كنا في عنوان كان يقول بأن رئيس الحكومة اللي في وقت النهضة تاع النهضة في تونس كان لا يعير اي اهتمام لنصائحه ولا لشخصه ولا اي شيء، يعني كان تسمحلي. كان متجبرا. انا لم يقل هذا الكلام. نحن في موضوع في موضوع عام، لماذا تعثرت ولا اريد ان اقول فشلت، لماذا تعثرت الثورات العربيه. اما هذاك الموضوع اللي بتتفضل فيه سوي لنا حلقه خاصه عنهم عن تصرفات الاخوان وادخل معك واناقش الموضوع. معلش طيب. انا لا اتكلم باسم الاخوان الان طيب. ولكن ممكن انا اناقش معك الموضوع. اما اسمح لي يعني اما ان نجعل الحلقه يعني موضوع كبير منبر لالقاء نتف اتهاميه. التهمه احيانا تقال بسطر ويرد عليها بكتاب. ليس الامر بهذه البساطه. مهمه جدا طبعا كان بيقول طبعا، وانا حد ما بختزل كلامي طبعا. لكن استاذ زواف في نفس الوقت محق. هؤلاء النخب المزيفه التي كما وصفت والمزيفه ايضا تلك النخب كانت هنا في هذا المنبر، هنا في المنتدى الديمقراطي وفي المستقله كانوا يطالبون بالديمقراطيه وبانتخابات شفافه ونزيهه، وكانوا يعترضون على مبارك وعلى غيره من الحكام العرب. وحينما وصلوا الانتخابات وخسروا الانتخابات انقلبوا عليهم. أول من انقلبوا واستدعى تدخل الجيش. أليس المشكل أيضا في النخب المزيفة كما تسميها أنت؟ وهناك من صار عميلنا اليوم للدول. الحق يقال طبعا طيب. أنا عدت مع نخب مزيفة كتير بحكم عملي في السياسة، فبالتالي ليس في يدي شيء أعمل. وعدت مع إخواني المسلمين السياسيين. هو الحقيقة أن العسكر تمكنوا بطريقة غير عادية في إدخال إخوان المسلمين للقضاء على الحركة الليبرالية، ثم بعدها قضوا على الإخوان نفسهم في مصر. يعني هي بدأت في مصر أنهم ناموا في سرير واحد مع الإخوان، وبعدين لما أقول كلام السيسي نفسه اللي عليه علامة يعني هو خلي السيسي كان بيبيع يعني السيسي والأبليل في مشير طنطاوي. لو أنت والسادات كان كده كلهم السادات عشان يقضي على المجموعة بتوع النصرية اللي هم المستشعين بتوع روسيا، دخل إخوان المسلمين. وبعدين لم تعرف ما دخلهم، أخرجهم من السجن فقط. كونه اخرجهم من السجن صارت جريمه. لا حد هذول هم يجب ان لا 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 انا ما ادعى التلفزيون المصري من 3 سنوات ما اداهم حاجه. لا لا ما اداهم حاجه. برامج التلفزيونيه من سماوي ولا ما اعرفش هو السادات اخرج الاخوان اللي كان ساجنهم عبد الناصر لمده 18 سنه. طب دي اخرجهم من السجن. تقول على هل هذا وبنى المساجد في الجامعات. هل هذا انه ناموا في سرير واحد؟ لا، انا كنت قبل السادات في مصر وفي مصر مسجد في الجامعات. أول مسجد في الجامعة كان مسجد شيماء في كلية الطب جامعة القرب. اللي أنا عايز أقوله كان الإخوان يترشحون تحت مسميات أحزاب اشتراكية وغيرها في مصر. مثلا يترشحوا البرلمان. هذا معروف يعني المؤشر. إذا مارسوا الديمقراطية بتكون جريمة. كان كان هناك تعاون. هل التعاون كان تنسيق؟ هل الترشح لا هل الترشح للانتخابات؟ لما قلت الجريمة كتعاون كانوا لحمة واحدة. حتى لا أفهم بالطريقة كانوا يتعاونون على أنهم نحن في ظل البعث كنا نترشح في الانتخابات مضادة وليس تنسيقا لا مع حافظ ولا مع بشار. بس ما لا يسيء فهمي فضل. أنا أدافع عن كل إخوانجي دخل السجن والرئيس مرسي وكل واحد 50-60 ألف والصحفيين اللي دخلوا السجن. أنا أدافع عنهم ويجب أن يدافع عنهم كل مواطن مصري. والبوليس لا يجب أن يحتفظ بهم في السجون، يجب أن يسمح لهم بالخروج والهروب من هذه السجون المريرة والمعاملة الشرسة من النظام. إنما ما أريد أن نقول حاجة إن إحنا ما ناخدش بالنا منها، إن النظام العربي كان داخل في تصادم في الستينيات، وانتهى هذا التصادم بحرب 67 وانكسار كامل للجيش المصري ولا عبد الناصر، ووفاته بعدها بسنتين ثلاثة. في هذه الفترة ابتدى البترول
الخليج والعربي من ليبيا وغيرها يزداد 3 أو 4 أضعاف، وبالتالي الإخوان اللي السادات خرجهم كثير منهم خرجوا لدول الخليج، ومن ضمنهم أسماء لامعة تسمع عنها زي القرضاوي وغيره، وهؤلاء هم كانوا نواة الحركة الإسلامية الجديدة السياسية في الشرق الأوسط وفي العالم كله. والحقيقة كانت هذه بداية حرب بردة جديدة، لأن انت عارف أن الدول العربية الجمهوريات زي عبد الناصر والسوريين دخلوا في فلك الروسي الاتحاد السوفيتي، والدول الملكية دخلت في فلك وحماية أمريكا. طيب، وما زالت تحت ذلك. أستاذ زهير، أنت يعني قلت بأن من بين أهم الأسباب التي جعلت الثورات العربية تفشل أو ثورات ما يسمى بالعربي العربي، خلينا نسامل أو قلت تتعثر، هي الموقف تعثر دي أن توقف على رجلها. طيب، دي كلمة الموقف تعثر يعني. طيب خلينا نهم. نعم. هو يقول لك أنها ما زال مستمرة، يعني لم تنتهي بعد. قلت أن الدول الغربية وموقف الدول الغربية الذي كان متواطئا ضد تلك الثورات، نعرف احنا في التاريخ القريب الثورة الإيرانية في 1979 كان الغرب كله ضدها. نعم. معروف، الولايات المتحدة الأمريكية ضدها، الدول الغربية ضدها إعلاميا، وحتى يعني موقف سياسي وما إلى ذلك، موقف سياسي كان ضدها، لكنها نجحت، تحدت كل العالم ونجحت، وهي اليوم تضاهي الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وتجلس معهم الطاولة وتتفاوض، وبنت ما يسمى بشخصية الدولة التي عندها وزن في الساحة عكس الدول العربية. يعني ربما معلوماتنا السياسية تحتاج إلى مراجعة. ليه؟ تحتاج إلى إيران ركيزة طيب في الشرق الأوسط. أكمل. طيب أكمل يا دكتور. ويشكك أصلا في الثورة الإيرانية، والتعمق أكثر في حقيقة المعلومات الاستخبارية لنجاح الثورة الإيرانية. أنا كنت حينها في 30 من عمري، كنت أتابع راديو مونتي كارلو. كان راديو مونتي كارلو هو صوت اللي بسموه الخميني، والخميني جاء على طائرة فرنسية، والشاه اللي كان يعتبر رجل الولايات المتحدة الأول في المنطقة لم تستقبل الولايات المتحدة، وطلبت من السيدات أن يستقبلوا مع أنه مريض. هذه المواقف اللي عببني عليها الدكتور، هذه المواقف الإعلامية الصعبة. فالقصد الثورة الإيرانية في ظاهر الأمر الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، في باطن الأمر إيران جيت، في باطن الأمر التسليح بالأسلحة لكي يقاتلوا صدام حسين، في ظاهر الأمر الآن أن الولايات المتحدة تريد أن تدعم العربية السعودية ضد إيران، في حقيقة الأمر أن الولايات المتحدة تأز إيران أزا لكي تستطيل على الدول العربية وعلى المنطقة العربية، وتسمح لقاسم سليماني المطلوب على قائمة الإرهاب الدولي أن يخطر بين العراق وسوريا ولبنان وكأنه في مزرعته الخاصة. هذه مراقبة ما يسمى الثورة الإيرانية. نحن أنا أحد الناس اللي أنا لما أقول مراجعة كنا نظن أنه هذه ثورة شعب، تبين لنا بالنتيجة على أنها ثورة مدبرة مدروسة محكمة، وكان التعويل عليها في إحداث هذا الشرخ، الشرخ القائم يعني الآن. ملايين الإيرانيين خرجوا بريموت كنترول. لا 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 لا، الريموت كنترول الخميني والشلة تبعه. أين بازرقان؟ أين مهدي بازرقان اللي كان رئيس وزراء إيران؟ أنا مش فاكر التفاصيل. أنا بذكر هدول رجال السياسة. اسمح لي، هؤلاء رجال السياسة الذين كانوا مع الثورة الإيرانية، تم تصفيتهم جميعا، وبقي ثورة ملالي بالمعنى الطائفي بكل معنى الكلمة، لكي تكون خميرة لصراع طائفي يتفجر الآن في المنطقة العربية، والمستفيد الأول منه الغرب والولايات المتحدة. هل إيران مستقرة أم طيب لا؟ طيب. لا. لا. لا لا، اسمح لي، مفهوم الاستقرار بيني، هل كانت سوريا مستقرة قبل 50 سنة؟ لا. هل كانت مقارنة بين إيران وسوريا؟ اسمح لي، لا 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 لا، الاستقرار ما تتحقق فيه أسباب العدالة والرضا لكل الناس. إيران دولة متعددة فيها 5 أعراق ومذاهب. طيب ويحكم أستاذ زهير، وقت دهمنا أستاذ زهير. نعم. وصلنا إلى نهاية البرنامج، فقط سؤال أخير أود الإجابة عليه بتركيز وبتلخيص أيضا.
بعد كل ما حدث، بعد هذه المأساة والنكسات التي حلت بالعالم العربي بعد ما يسمى بالربيع العربي أو الثورات العربية أو الانتفاضات أو الانتفاضة الخلاقة أيضا كما يسميها البعض، هل تعتقد الأستاذ الدكتور وفيق أن ما زال هناك أمل للشعوب العربية كي تحقق تطلعاتها نحو الحرية والعدالة ودولة القانون أم لا؟ هو الدول العربية دولة هشاشة جدا، وعلى وشك الاندثار كدول. الدولة المدنية هي الحل ليها، وهناك شباك صغير مازال علينا نتعلم من تجربة الهند. انت عارف ان نهرو وغاندي تعلموا في اوروبا، وهم الذين قادوا الحركة وكانوا مثقفين ومتعلمين. احنا عندنا الزعماء العرب انصاف متعلمين، وهذه مشكلة كبيرة. وبالتالي وفي فرق كبير جدا انهم لما يدخلوا بصدام ندي مع الغرب ومع الدول العظمى. الهند استمرت في علاقة طيبة مع بريطانيا. العالم العربي يحتاج الى نخب حقيقية، نخب مؤهلة للقيادة، هذا ما تقول. هو ما رأيك؟ طيب باختصار انت الاستاذ زهير، ما رأيك؟ اولا انا اعلق على تجربة الهند والانتخابات الاخيرة الانتخابات الاخيرة في الهند التي ذهبت في اتجاه التطرف. العاصم للشعوب، انا مع الدكتور، الثقافة والعلم والعقل والفكر هذا كله عاصم للشعوب. الثورات العربية في صيرورة نهائية نحو الانتصار، الشعوب العربية لن تعود الى القمقم. سايكس بيكو سيء السمعة الذي اخرجنا من اطار الدولة الجامعة الى اطار الفتافيت سوف ينتهي. لم تكن هناك دولة عربية يا مسيكسكو. ما قلت عربية، أنا لا يهمني. أصدق دولة عثمانية؟ كان في هناك دولة كبرى. كانت خلافة. كانت دولة. دولة عظمى. لو قرأت كتاب جون هذا نشوء القوى الكبرى واندثارها، نعلم أن هناك دولة عظمى في هذا العالم اسمها الدولة العثمانية، تشمل كل هذه الجغرافيا المسلمة. تقريبا كلها كانت تحت بس الدول العربية دول مشخصنة، كلها مشخصنة على شخص. أنا لا أدافع عن الدول العربية الآن في باختصار، ولكن أريد أن أقول الربيع العربي منتصر، وهو الآن يزهر. الثورات كلها طريقها محفوف بالمكاره، بالتضحيات، يعني بالدماء، بعد كل هذه العواصف والزلازل. يعني نتذكر فاليسا في بولندا، ونتذكر مش عارف مين، كل الشعوب قدمت وتعبت كثيرا. بهذا مشاهدين الأفاضل نصل إلى نهاية حلقة اليوم. أشكر ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ زهير سالم مدير مركز الشرق العربي بلندن، والدكتور وفيق مصطفى رئيس الكتلة العربية في حزب المحافظين البريطاني. أشكركم أيضا مشاهدين الأفاضل على المتابعة، وفي أمان الله. السلام عليكم.